السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا وأخواتنا في الجالية، كما ترون ها أنا أظهر معكم لأغراض متعددة وكلها خير إن شاء الله، للمسجد والمنظمات الخيرية والمؤسسات الإسلامية الدعوية، كله خير. مهمتنا في هذه الدنيا إرضاء ربنا، وإحنا بدنا نشارككم هذه المسؤولية، وبرضو أنتم مطلوب منكم إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذه المنظمة اللي بدي أتكلم عنها اليوم، الجمعية الإسلامية الأمريكية، ماس، معروفة لديكم. لن أقضي وقتا طويلا بالتعريف بهذه المنظمة، من أعظم المنظمات خدمة للإسلام. وأنا بقول هذا الكلام بسبب مهم تصور هذه المنظمة، عقيدة هذه المنظمة، فكر هذه المنظمة. يعني الإنسان بيساعدها وقلبه مطمئن وإيده بمي باردة. هذه المنظمة عندها مشاريع. الآن المشروع اللي أتيناكم أكثر من مرة نطلب عونكم ونطلب نخوتكم، مشروع المسجد. والمسجد تعثر افتتاح المسجد بسبب بعض التكنيكال إيشوز مع السيتي. السيتي منكدة شوية، ولازم تعرفوا هذا الكلام، بفتح المسجد، لا بدنا تعملوا هيك، لا بدنا تساوي هيك. فالآن هم بحاجة لمال لإنهاء موضوع الموقف، موقف السيارات. وأي مسجد بدون موقف ما حد بروح للمسجد، الناس بدها تروح تصلي وتستريح. فهذه كلمتي في هذا اليوم، كما يقال على البساط، واضحة وبينة، دعوة من أخيكم في شهر الجود والكرم أن تقفوا مع هذه المؤسسة، منظمة ماس، لإنهاء هذا المشروع. وإن شاء الله لنا ولكم الأجر والثواب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.